مشاهدينا صباح الخير، واهلا بكم واهلا بكل بيشوفونا في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم صباح مين. النهارده حلقه الثلاث 23 اغسطس، وان شاء الله النهارده يكون يوم جميل ويوم كله تفاؤل ان شاء الله. مشاهدينا زي ما حضراتكم عارفين احنا بنكون معاكم في برنامجنا لمده ساعتين على الهواء مباشره، والحقيقه زي ما حضراتكم متعودين احنا على مدار الحلقه كلها بيبقى معانا اخبار كتير، بيبقى معانا بعض الاخبار للشان الداخلي علشان نعرف مصر اخبارها ايه الفتره دي، وكمان بيبقى معانا بعض الاخبار للشان الخارجي عشان نعرف العالم حوالينا بيدور ازاي، كمان بيبقى معانا بعض المداخلات التليفونيه عشان نعرف تفاصيل اكتر عن الاخبار اللي بنقولها. كمان مشاهدينا هيكون معانا النهارده فقره للصحافه بنناقش فيها المنشطات اليوميه، وبيسعدنا وبيشرفنا في استوديو صباح مي لتحليل الخبر هيكون معانا الكاتب الصحفي الاستاذ عبد الستار حتيته. مشاهدينا كمان الفقره الاخيره النهارده هنتكلم عن الانفتاح والتطور التكنولوجي. طبعا حضراتكم عارفين احنا الفتره دي كل حاجه بقت بالتكنولوجيا، بنبقى عايزين خلاص هنتحول للتحول الرقمي، حاجات كتيره جدا هنتكلم عنها النهارده بالتفصيل، ومن خلال ضيفتنا اللي هتنورنا وهتشرفنا دكتوره دعاء بيرو خبيره الاتيكيت والعلاقات الانسانيه. مشاهدينا اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع نبدا اولى فقرات برنامجكم صباح مين، خليكم معنا.